عندي محل صغير وعندي بسطيات قدام واعرض عليهم ملابس الاطفال الصغار. وعندي اطفال اثنين يراد لهم معيشه، وطبعا انا خرجت بكالوريوس علم نفس ما حصلت تعيين الحمد لله على كل حال. وبهذا الظرف المفروض اعتمد على نفسي وعايش اطفالي، لان اطفالي راد لهم مصرف وبيت ايجار. فشويه حاولت اسوي لي مشروع صغير، واكيد اكو ناس دعمتني شويه بالمشروع، طبعا دين واحاول اسددهم على الربح وعلى الشغل. كنت اشتغل جمعت لي مبلغ صغير وتدينت فوق شويه فلوس وجيت فتحت هذا المحل مشروع صغير كملابس اطفال واغراض تجهيز نسائي وهاي الشغلات. وتقريبا صار لي 3 شهور فتحته. بالبداية عانيت من انه مرأة تشتغل وشوية صارت كلام وهاي، بس لكن شافوني جيراني شوية يعني معتمدة على نفسي ساعدوني بهذا الامر ودعموني، الله يوفقهم وما قصروا معي، والناس الطيبة شجعوني على هذا الامر. وصارت عندي شغلة كلش عادية، قاعد من الصبح اجي على شغلي افتح محلي استرزق اعزل باخر الليل واروح، صار عندي فد روتين معين شجعني على هذا الامر. وكلش طيبة الشغلة، يعني ما بيها اي ازعاج ما بيها اي شيء، فالشغلة حلوة ومريحة وكتجارة وكمشروع صغير كبداية، فتعودت عليه. بصراحة ما اشوف اي فرق، عندي جيراني بالمحلات نفس الشيء بضاعتهم نفس الشيء شغلهم ومجهودهم نفس مجهودي، فما احس باي فرق بين المرأة والرجال بهذا الشيء، يعني ما احس اي انتقاد ولا اي شيء ثاني، يعني بالعكس مشجعيني اني انا واحدة منهم، يعني اشتغل مثل ما هم يشتغلون وشغلي نفس شغلهم، ماكو اي فرق بالعكس. يعني احس حتى المجتمع دعمني بهذا الامر، النساء تروح وترجع علي تقول لي عافيه عليك، معاملات يروحون يرجعن علي يدورن حاجات من عندي، نفس الشيء يعني ما احس اي فرق بين المراه والرجل.